أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة إجهر وأسئلة مشروع إلى الله. اليوم الحلقة الرابعة، راح مثل ما وعدتكم راح أبدي بأسئلة المشاهدين. راح أخذ أول سؤال من فري إيراكي أو العراقي الحر، يقول: لماذا كثرت الأديان من آلاف السنين؟ مع العلم البشر كانوا بأعداد أقل من الآن، ولماذا اكتفيت بالأديان على الرغم من هذه الكثرة من البشر؟ طبعا سؤال منطقي، يعني الأديان يعني الأعداد البشرية كانت أقل، لكن الأديان الأنبياء بالنسبة والتناسب أنه كانوا كثيرين جدا، حسب ما نعرف أنه آلاف الأنبياء كانوا موجودين اللي نعرفهم اللي ما نعرفهم. فيعني وليش اكتفيت بالأديان، بطلت أنه اطلع أديان أخرى؟ مع العلم يعني أكيد هو يقصد هالشيء إنه إحنا محتاجين الأديان الآن أكثر من السابق. طبعاً مستر بلاك كاتب عنده سؤالين. طبعاً مستر بلاك هو صاحب الفكرة، فكرة أسئلة المشاهدين أو المتابعين، عنده سؤالين. يقول أول سؤال: الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولو شاء لجعلنا أمة واحدة، فلماذا العقاب؟ يقول الله هو اللي يهدي وهو اللي يضل، ولو رادنا نكون كنا أمة واحدة يعني ليش يعاقبنا بعد؟ يعني هو اللي يضل وهو اللي يهدي، ليش يعاقبنا؟ سؤال منطقي. والسؤال الآخر يقول: ليش في أصلا نار وعقاب أبدي، وبدا ذلك كان لازم يكون وبدا ذلك الإنسان أو الملائكة تصلح الإنسان بدل عقابه عن طريق التوعية مثلا، واللي يعصى الملائكة تعطيه دروس مقنعة وإثبات مقنع على وجود الله بدل القصص الخرافية التي نتعلمها من الطفولة. يعني يقول بدل يقصد مستر بلاك بدل العقوبة إن نصلح الإنسان مثلا عن طريق الملائكة ونشوفه غلطة، بدل ما ندبه بالنار الأبدي ونعلمه الأشياء الخرافية ونثبت له إذا الله موجود نثبت له بالإقناع، وبدل هالقصص الخرافية اللي علمونا إياها من الطفولة. قبل ما أبدي بأسئلتي أيضا، أنا بآخر الحلقة راح أحكي على نقطة معينة، على سؤال أو تعليق من إحدى المشاهدات راح أعلق عليها، وحتى أوضح الغرض من هذه الأسئلة، وأعتقد هاي آخر مرة راح أوضح بها قصدي من هذه الأسئلة. راح نجي على السؤال الآخر: هل نستطيع محاسبتك مثل ما تحاسبنا؟ وإذا لا، هل لأنك واضع هذه القوانين والضوابط التي من رأينا فيها ظلم كبير للبشر؟ يعني أنت اللي واضع هذه القوانين وأنت اللي تحاسب عليها، مثل اللي مسوي الكمبيوتر ويقدر يحركه مثل ما يريد، بس هاي القوانين ما تتطبق عليها، بس تتطبق على الكمبيوتر أو الإنسان الآلي اللي واضعه. هو يخلق فينا المشاكل والبلاوي والشرور ويستطيع محاسبتنا لما نغلط، لكن هو القوانين ما تتطبق عليه. هو هل هذا من العدل أنه لازم يعاملنا مثل ما يعامل نفسه؟ هو اللي خلق فينا الحب والكره، فلماذا يعاقبنا عندما
نغلط في نقطة معينة، بينما هذا الشيء ما يطبق عليه هو. هل هذا هو صحيح؟ هل هذا هو عدل من الله؟ خليني أغلط بعدين تحاسبني، ولكن هالشيء تسوي نفسك أنت نزيه عن كل شيء وما تغلط وما حد يقدر يحاسبك. سؤال آخر، ليش ما تأكل ولا تشرب ولا تتغوط لا تصوم حتى تحس بالفقراء؟ وجعلت هالشيء قانون علينا إحنا، أليس هذا ظلم؟ المثل يقول طباخ السم بيدو، يعني أنت تسوي لنا الطبخة لكن أنت ما تأكل منها، ومسويها السم علينا لازم نتجرعها. يعني خلي تشوف أنت آلام البشر لما يكونون جوعانين، آلام البشر لما يعطشون، تشوف المشاكل الإنسان لما تصير بقبضة أو إسهال أو أي شيء. خليك تسوي مثلنا، يعني تتغوط مثلنا، ليش أنت تختلف علينا؟ ليش ما تصوم حتى تحس بالفقراء مثل ما أنت تطلب من عندنا هذا الشيء؟ والشيء أنت مسوي قانون على الكل، بينما أنت ما يتطبق عليك هذا الشيء. ولا ملائكتك أيضا لا يغلطون ولا يصومون ولا يأكلون ولا يشربون ومنزهين، وهم ما يتعاقبون طول حياتهم مرتاحين، وإحنا اللي ما أكلها. سؤال آخر، لماذا اخترت الشرق الأوسط مركز للديانات المشهورة؟ وشون تحاسب اللي ما وصلت الدعوة مثل الأمازون، مثل أمريكا، أستراليا، غير من البلدان البعيدة؟ يعني أنت مسوي الأديان في حاصرة بين منطقة من أفريقيا وآسيا، ومسوي قانون على الجميع، بينما أكو ناس أصلاً ما الديانات ما واصلة إلهم ولا يعرفون بها. هل هذا هو من العدل؟ إذا أنت كنت موجود، هل إنه هذا من العدل إنه تختار مكان معين تنشر دينك به، لكن حتى محمد أمه وأبوه ما رحمتهم، قلت ذولا بالنار، ومع العلم هم لا مدعوين ولا أي شيء. يعني شردتهم يصيروا مسيحيين، أم تسميهم كفرة يعني لو كانوا مسيحيين؟ يعني أنت تعاقب ناس ما وصلت إليهم الدعوة، وخليت الدعوة فقط في مكان معين، والأنبياء كلهم من هذا المكان. شنو معناته هذا؟ إحنا طبعاً ما نحكي هالحكي، إنه نؤمن إنه أنت موجود، راح أوضح بآخر حلقة، لكن نريد نشوف البشر لو الإله موجود كيف يفعل هذا الشيء. ما المانع أن تستنسخ كم إله مثلك وتسوي وتدخل وياهم بمناسبات شريفة وتفوز بمراكز الاقتراع السماوي؟ يعني تسوي لك كم إله ونشوف ياهو بيهم اللي بالديمقراطية، نشوف ياهو بيهم اللي أحق، اللي قوانينه أجمل، قوانينه أفضل، ونختار الإله اللي نشوفه هو اللي الإله اللي عادل، الإله اللي ما يسوي مشاكل، الإله اللي من يقول أنت أصلاً أنزه من كلهم يعني. فإذا أنت استنسخت كم إله مثلك على شرط التنوع، راح نختار الإله الأحق اللي يحكم البشر. هذه خيالات، ولكن الواقع يقول هكذا، إنه أنت ليس ريحة العدل موجودة بك يعني. سؤال آخر، كيف تستطيع السيطرة على كل البشر في آن واحد وتلبي رغبات الغني وتنسى الفقير؟ يعني أنت مليارات من البشر، شلون أنت بوقت واحد تقدر تسيطر عليهم؟ هل إذا زادوا البشر أنت تستنسخ ملائكة زيادة؟ لأنه أنت عندك ملائكة محددين، يعني راح تخلق ملائكة آخرين حتى يقدروا يسيطرون على كل هذا البشر، اللي يكتب اللي يجي على اليمين يكتب الأشياء الجميلة والحسنة
واللي على اليسار يكتب الأشياء، وما عندهم قرطاس يعني، ما عندهم لا لابتوب ولا يعني، مو متطورين حتى يكتبون يكتبون كل شيء عن طريق الكمبيوتر أو هذا أو إنسان آلي أو أي شيء يعني، فعندهم قرطاس ويكتبون الحسنات والسيئات يعني. أنت شلون شقد عندك ملائكة يكفون ذول البشر، وشلون تقدر تسيطر عليهم كلهم بوقت واحد يعني؟ والمشكلة أنه أنت دائما بجانب الغني وناسي الفقير، وضربة ميت شلاق مثل ما يقول. السؤال الأخير لليوم، كم استغرقت من الوقت لكي تخلق مليارات المجرات في وقت واحد؟ يعني أنت جد راد لك استغرقت حتى خلقت هاي المليارات من المجرات؟ مجرتنا أرجع عيدة، مجرتنا درب التبانة فيها مليارات الكواكب والنجوم والشموس والأقمار والمذنبات وربر، إيش قد أنت استغرقت بيها وقت؟ فإذا تقول كن فيكون، لعد ليش تناقض نفسك بالقرآن وتقول إنك خلقت الأرض في 6 أيام وبقية الكون كله في يوم واحد؟ يعني الآية واضحة تقول خلقنا السماوات، خلقنا الأرض في 6 أيام ثم استوينا إلى العرش فسويناها 7 سماوات. يعني أنت ب7 أيام خلقت ال6 أيام الأرض و7 أيام بقية السماء. يعني أنت مفكر كنت أنه الأرض أكبر من هاي السماوات كلها مثل ما أنت تقول زينة؟ وهل وجدت صعوبة في خلق الأرض ب6 أيام واليوم قدرت السماء كلها قدرت بيوم واحد تخلقه؟ شنو التناقض هذا يعني؟ فكنت تقول كن فيكون وخلاص، بعد ليش تجيب لك عمالة ويحفرون ويسوون ويخلقون الأرض مثلا، ويسوون جبال واحد، ينحتون الجبال واحد، الأراضي السهلية واحد، والبقية الأرض رتبتها ما عليها من إنسان وحيوان وجماد؟ أنت ما مر عليك أصلاً نظرية التطور ولا تعرف عن الشيء، فأنت جبت آدم ومن طين وخلقته وخلاص يعني، والسماء سويت له شيء تك لبيت قطعة من إيدك ألوان وأشكال وذبيتها بالسماء وطشرتها وصارت النجوم والأجرام السماوية اللي موجودة يعني، على من تضحكون؟ النقطة الأخيرة، أكو مشاهدة تعتبر نفسها لا دينية لكنها متناقضة إلى أبعد الحدود، يعني جايبت لي آية توصف بها سذاجتي وعدم فهمي بأي شيء، تستشهد بآية وتقول على نفسها لا دينية. كاتبت لي الآية 8 من سورة الحج، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. ما عرفنا أنت قرآنية ولا لا دينية ولا شنو أنت؟ أنت وصفة نفسك لا دينية، شلون تجيبي لي آية قرآنية تدللين بي أنه أنا أحكي من غير علم يعني، ولا هدى ولا كتاب مبين؟ ودازت لي صور صور أشخاص استهزاء ويضحكون علي ومسويت لي ديسلايك، فأني صراحة ما أفهم هذا الشيء. إذا كوني واضحة، إذا أنت مسلمة قولي أنا مسلمة، وإذا مو مسلمة ما تجيبين آيات حتى توضحين جهل الآخرين يعني. وصفتني أنه أنا الإله ومتخيل إله بغير شكل. النقطة الأخيرة اللي أريد أوضحها إنه إحنا لما نتكلم عن الإله نتكلم على أفكار المسلمين، فنقول إذا الإله كان موجودا لماذا يحصل هكذا وهكذا وهكذا، وإذا هو عادل فلماذا يظلم هكذا وهكذا وهكذا؟ إحنا عندنا أسئلة منطقية إحنا مسوينا
وجود الله وكلام مع الله مجازي، يعني إحنا لا نؤمن بوجوده، ولكن نقول للمسلمين، هاي الرسالة موجهة للمسلمين، إذا الإله موجود لماذا يفعل كذا وكذا وكذا، مناقض للعلم وللمنطق والأخلاق والعدل. هو هذا اللي أريد نوصله، هاي الأفكار اللي أريد نوصلها. وإحنا مو قصدنا الإله موجود ونشوف نفسنا أحسن منه أو شيء، لا، إحنا أصلاً ما نعترف بوجوده، ولكن عاوزين نوصل الفكرة للمشاهدين المسلمين على الأخص، أو المسيحيين أو اليهود أو أي واحد متدين، إنه إذا الإله كان موجود ليش تحصل هالتناقضات اللي بكلامه وبالواقع اللي نشوفه من خلال العدل والأخلاق وأشياء المناقضة للطب وللعلم ولهذه الأشياء. هذه الأشياء هي اللي تخلي الإنسان يفكر بصورة عامة، إذا كان الإله موجود ليش الأشياء المناقضة اللي تظهر. أتمنى أكون وضحت هذه الفكرة، وما أحب أكررها، لأنه أبسط إنسان اللي يحب يوصل إلى يتبين الواقع والعلم والتنوير راح يوصل إلى ما وصلنا إليه، أما إذا يريد يتمسك بالخرافات فهذا مو مكانه، يعني مهما نقول له ما راح يفيد بيها. وكل يوم يكون برأيي مع الأسف إحنا نسوي هذه الحلقات، نسويها للناس اللي تريد تفكر وتريد تشوف الحقائق مجردة علمية من غير أي ضوابط متعلقة بالخرافة والإيمان بالغيب وكلام أناس تفكيرهم كان قاصر وتفكيرهم كان على قدهم ومطبق فقط على الناس اللي بحدود اللي المنطقة اللي عايشين بها مجتمعاتهم، يعني خاطب الناس وخاطبوهم على قدر عقولهم. الآن البشرية تطورت، الآن الأسئلة انتشرت ليس فقط في الغرب، في الشرق أيضا وفي كل الدول يستفسرون عن ماهية هذا الإله وكيف إنه موجود، ولو كان موجود لماذا هذه التناقضات الموجودة. أشكركم أصدقائي، وإلى حلقات قادمة من أسئلة مشروعة إلى الله. فقد حبيت أنوه أنه ممكن إذا خلصت هذه السلسلة رح أسوي سلسلة أخرى، التناقضات اللي موجودة بالقرآن رح أسميها تسمية أخرى، أنه الأشياء اللي الآيات كلها على السريع مثل ما أسوي الآن، الأسئلة المشروعة إذا عن القرآن والآية تقول هكذا بينما الواقع شيء آخر، ونشوف أيضا تناقضات بالقرآن نفسه في اختلاف الآيات عن تفسير الأشياء، يعني من واقع إلى واقع آخر. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وتصبحون على خير. باي باي.